ولنقاش ملف المعدلات المتصاعدة للإصابة بفيروس كورونا في العراق والإجراءات الحكومية لمكافحة الوباء، ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد رئيس فرق التمريض التطوعي في العراق فراس الموسوي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا، تحية طيبة ولمشاهدي الكرام. بحسب وزارة الصحة الحالية فإن العراق لا يزال ضمن دائرة الخطر بشأن فيروس كورونا، كيف يمكن تقييم تعامل الحكومة مع الجائحة في الموجة الأولى وإلى الآن؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. الحقيقة والواقع أنه العراق ليس في منأى عن شعوب العالم التعرض لجائحة كورونا. أحب أبين في قضية مهمة جدا أنه الجائحة تختلف عن الوباء، الوباء هو الشيء المسيطر عليه، أما الجائحة هو الشيء الغير مسيطر عليه بعموم العالم. فاليوم العراق يعني بصراحة يتعرض لهذه الجائحة الكبيرة، فبالتالي على الحكومة أن تكون أكثر جدية وفعالية في تطبيق القرارات. اليوم أو قبل أسبوع أعطى قرارات الحكومة بتطبيق بعض الفعاليات من عبر التجوال وغيرها، إلا أن هذه الأمور هي بصراحة غير مجدية للمواطن، على اعتبار يوم المواطن هو ذات قوت يومي ويتعرض لمساوئ كبيرة، فبالتالي هذه ترجع سلبا على حياة المواطن. اليوم الوباء والجائحة هي في العراق بصراحة تضرب العراق، ولحد الآن العراق لم يخرج من الوباء أو من الجائحة وهو في موضع خطر، ولحد الآن ترى الأعداد بتزايد كبير وحالات الوفيات أيضا، وهذا يستدعي من المواطن ومن الحكومة أن تراعي هذه الظروف، أولا المادية والاقتصادية والمعيشية للمواطن، فبالتالي حينما تفرض عليه بعض القيود والقرارات يجب أن تتلائم مع الحياة الاقتصادية للمواطن العراقي، فبالتالي هناك متلازمة ما بين القرارات التي تصدر وما بين الحالة الاقتصادية للمواطن، يجب أن يتعاون المواطن والحكومة على حد سواء لتطبيق القرارات، بالتالي سوف تنعكس إيجابا. اليوم القرارات التي تصدر من الصحة والسلامة أو من وزارة الصحة هي بعض القرارات تكون غير ملائمة لحياة المواطن، فبالتالي هناك جزء مهم يجب أن يفعل وهو التحصين ضد اللقاح، العفو ضد الفيروس، أخذ اللقاح هو من القرارات المهمة، يجب أن تجد طريقة ملائمة الحكومة لإيصال الفكرة الصحيحة والصيغة العلمية للمواطن على أنه هذه اللقاحات هي لقاحات رصينة وجيدة، ويجب اتباع وأخذ هذه اللقاحات لكي تكون هناك حصانة كبيرة للمواطن العراقي، فبالتالي يجب يستطيع أن يمارس حياته ويرجع إلى الأمر الاقتصادي والحياة الاقتصادية في العراق. اليوم العراق يعيش في مأساة، مأساة أمنية ومأساة سياسية ومأساة صحية، فبالتالي هذه الأمور والمناكفات والمشاكل متجمعة وبالتالي تنعكس سلبا على حياة المواطن. خلية الأزمة النيابية رأت أن قرار إجراء الامتحانات سيتسبب بكارثة في ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، ما مدى عقلانية هذا القرار وانعكاساته على الموقف الوبائي في العراق؟ قرار إجراء الامتحانات في موعدها؟ طبعا الامتحانات الحضوريه ومن عدمها تقرها اللجان المختصه في هذا الموقف، الا ان الاعداد المتزايده لا تعطي الصلاحيه بصراحه من الناحيه العلميه على ان تكون هناك امتحانات حضوريه بتجمعات، وان كانت هناك تباعد بعض الشيء، لانه بعض ما رايناه في بعض المراكز الامتحانيه لا يوجد هناك التزامات صحيه بصراحه على المستوى المطلوب، فبالتالي كل دول العالم ذهبت الى الامتحانات الالكترونيه، والامتحانات الالكترونيه معتمده لبعض الدول والدول المتطوره ايضا، فبالتالي وهناك ايضا مراقبه من اليونيسيف ومراقبه من الوزارات المعنيه والجهات المعنيه على اجراء الامتحانات الالكترونيه، فبالتالي تؤدي الغرض المعني وهي ليست بالضروره القصوى لبعض المراحل التي لا تحتاج الى امتحان حضوري. نعم. فيجب ان ياخذ الجهات المعنيه والمختصه انه الامتحانات الحضوريه سوف تسبب إرباط من الناحية الصحية وتزايد حالات نحن في منع عنها. سيد فراس، إلى أي مدى أدت سياسات الحكومة في قطاع الصحة إلى هجرة الكوادر الطبية والكفاءات العلمية؟ بصراحة الكفاءات العلمية، هناك الكثير من الكفاءات العلمية غادرت العراق، ليس فقط من ناحية تعامل وزارة الصحة أو الجهات الصحية مع هذه الكفاءات،
بالمجمل الوضع العراقي هو لا يعطي بصراحه لهذه العقليات والكفاءات العلميه باخذ دورها ممارسه المهنيه واعطاء الفرصه الكامله لهذه الكفاءات بقياده البلد وانجاحه وتطوره. فبالتالي سعت هذه الكفاءات وبعض الشهادات العلميه للرضوخ والخروج خارج البلد لكي تبحث عن اداء تكليفها العلمي فيما تراه مناسبا في اي بقعه من بقاع الارض، وهذا ليس بالصحيح. يجب على البلد ان يحافظ على طاقاته العلميه والكفاءات والشهادات والخبرات العلميه، خصوصا الاستفاده من الخبرات الشابه الان الطموحه القاده الجدد الموجودين على مستوى العراق. فبالتالي يجب ان ياخذ على عاتقه الجميع. شكرا جزيلا لك رئيس فريق التمريض التطوعي في العراق فراس الموسوي، حدثنا عبر الهاتف من بغداد.